هكذا وعلى بركة الله وحفظه مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط السابع المخصص للزمول المحليات الأصايل. نتابع هذا الأداء ونتابع هذه العروض، نذهب إلى المركز الأول على مقدمة الشوط. يأتينا مبعد سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي الذي يقدم مبعد على المركز الأول. المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات من قبل مهدي أحمد بن عيد بن عبد الله العامري. المركز الثالث هنا الوصول في هذه اللحظات مجد سعيد بن راشد بن ناصر الشامسي الذي يقدم مجد على المركز الثالث. المركز الرابع يأتينا هنا يحمل رقم 12 في هذه اللحظات، أعتقد شعار سلطان بن حميد بن صبيح. بينما المركز السادس القدوم في هذا التواصل من هملول فلاح بن ناصر بن مصلح الحضاري. هكذا هي النتيجة، ست المراكز الأولى المتقدمة.
نتابع التواصل، نتابع الأداء على المركز الأول في هذه الانطلاقة على بداية الشوط. مبعد سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي المركز الثاني، الوصول من قبل مهدي أحمد بن عيد بن عبد الله العامري، والمركز الثالث مجد سعيد بن راشد بن ناصر الشامسي يقدم هذا الاسم. المركز الرابع هملول فلاح بن ناصر بن مصلح الحبابي، وهنا على المركز الخامس يتقدم مع هذا الأداء شعار سلطان بن حميد بن صبيح الكتبي، والسادس شو بقية الأسماء. بعد ذلك نرجع مجددا إلى الصدارة ونتابع شوط الزمول المحليات مع هذا الانطلاق وهذا الأداء الرائع في هذه اللحظات. الصدارة مع مهدي أحمد بن عيد بن عبد الله العبيد العامري على المركز الأول مسيطر على مقدمة الشوط. تابع هذا الأداء على الصدارة. مبعد سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي المركز الثاني، مجد يمالك سعيد بن راشد بن ناصر الشامسي المركز الثاني في هذا الانطلاق. المركز الثالث الوصول من قبل مهدي أحمد بن عيد بن عبد الله العبيد العامري المركز الثالث. المركز الرابع سلطان بن حميد بن صبيح الاكتبي يأتينا رابعا في هذا الانطلاق وهذا التواصل المثير. نتابع هذا العرض، نتابع هذا الأداء في هذه اللحظات ومع هذا الشوط في هذه اللحظات الجميلة مع هذا العرض على المركز الأول على المقدمة والصدارة. ما شاء الله تبارك الله. نتابع هذا الأداء على مقدمة الشوط، مجد سعيد بن راشد بن ناصر الشامسي الذي يقدم مجد على المركز الأول على البداية والصدارة. الكيلو الأخير، الكيلو المتر الأخير، مجد على المركز الأول، مجد على مقدمة الشوط يعلن تواجده. هذا هو شعار أبو راشد سعيد بن راشد الشامسي مع المركز الأول. هنا يؤكد حضوره بانطلاقة مجد على المركز الأول. سعيد بن راشد بن ناصر الشامسي الذي يأتي بهذا الاسم على البداية والصدارة في هذه اللحظات المتميزة. المركز الثاني شوف القادم مبعد سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي بانطلاقة مبعد، ولكن مجد على المركز الأول، مجد سيطر، مجد أعلن حضوره،
مع مقدمة الشوط هنا في هذا التحدي. سلام ابو راشد، سلام يا ابو راشد، التهنية لسعيد بن راشد والى حميد بن راشد والى احمد بن راشد والى على هذا الفوز والانتصار بالمركز الاول. الله يا العرض، الله يا الاداء الجميل، تهانينا والناموس الى سعيد بن راشد بن ناصر الشامسي على فوز مجد بالمركز الأول بشوط الزمول المحليات. سلام يا ملاقط، سلام سلام على هذا العرض الممتاز الذي قدمه مجد بالمركز الأول. مركز الثاني، مركز الثاني يذهب إلى مبعد سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي. مركز الثالث، ثالث الأسماء ياتينا اللي هو مهدي أحمد بن عيد بن عبد الله العامري. الرابع سلطان بن حميد بن صبيح. مركز الخامس ملهم محمد بن محمد بن خير بن عزيز الشريفي. السادس رقم اثنين عزام عبد الله بن علي بن سليمان الشامسي. التوقيت 10 دقائق ثانية واحدة بالوفاية تمام.